بعد الهجوم عائلة أنصالة تصدم متابعيها، غتم الوالي يوثق لحظات عودته إلى دبي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد الهجوم الذي تلقته عائلة أنصالة من طرف المتابعين مؤخرا على أنهم تغيروا وأصبحوا يركزون على قناتهم الإنجليزية أكثر، وتصريح أنس مروة على أن الأشخاص الذين هاجموهم هم ليسوا من عائلة أنصالة. أوكي بس هن مو عائلة أنصالة اللي عم يعملوا هيك. فقامت عائلة أنصالة بالأمس بنشر فيديو عن أجواء رمضان، وكل تعليقات المتابعين على الفيديو كانت أن عائلة أنصالة عادت كما كانت في السابق، وعبروا عن إعجابهم بالفيديو وأنهم عاشوا أجواء عائلية معهم. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ غيث مروان وثق عودته إلى دبي بهذه الأسطورية. أيوة هيك الواحد بيرجع بيلاقي هدايا على الباب. أنا شوف بيت من فوق أي شيء. والله اشتقت بيتي. الله هلا والله بالشباب، حي الله والله. I miss you guys. حياة الله اشتقت لك. اخ بس لو اقول لك شو صار. اسمع الله miss you. رجعني بني ادم على السريع. العب يا ولد، شوف الشعر، شوف 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 كيف ذات اللي دبي غير معلم، حتى بالحلاقة انت غير كمان بالحلاقة. رمضان الدنيا اكيد ما ضليت 3 ساعات على شعر ودقن، يعني ما لاحظت اشي تانية، اشي تانية ما لاحظتوها؟